بداية العقلية الحوثية عقلية مقامرة، جزء من الأدبيات التحشيد عند ميليشيا الحوثي، أغنية يرددها من القيادة إلى أدنى عضو في الميليشيا أو مرتبطا بها، ما نبالي ما نبالي. عقلية ما نبالي ما نبالي المقامرة أعتقد أنها ستقود ميليشيا الحوثي للفعل ورد الفعل، وهذا ما قلته من أول يوم من العمليات القرصنة التي كانت ضد جالاكسي ليدر، وأن المسألة ستذهب إلى التصعيد. أؤكد أيضا وأعيد أن هنالك تصعيدا وتصعيدا مضادا قد يذهب إلى مآلات خطيرة، لكن دعونا نقرأ المشهد بشكل عام. بالأمس حسن نصر الله يقول أن العمليات الهجوم على السفن ستستمر، وكأنه يقول أنه جزء من القرار، من اتخاذ القرار، وذلك واقع الحال. إلا أن إيران تنفذ عملياتها ومخططاتها لزعزعة استقرار المنطقة عبر بروكسي سنتر استراتيجي، تضع الوكلاء في المواجهة المباشرة ثم تتنصل. هذا نعرفه منذ سنوات فقط بالمقاطعة. السيد داود رمال الآن في بيروت يقول بأن في نهاية المطاف الحوثيون لا يعتمدون كثيرا على إيران، حين يريدون شيئا ما يذهبون إلى حزب الله حتى يقنع الإيرانيين بذلك. هل توافق على هذه النقطة؟ لا، العكس زميلتي. لا أتفق أختي أستاذة فضيلة، قصدت العكس. لا قصدت العكس. إذا إيران تريد شيئا من الحوثيين، نعم، تطلب من حزب الله. إذا الحوثيون غالبا لا يستجيبون للطلبات الإيرانية، بدليل أن هناك مفادين إيرانيين يأتون إلى بيروت يلتقون وماذا مع عن السلاح القادم ويطلبون من إيران منه. سيد رمال، ماذا عن السلاح القادم طيلة السنوات الماضية؟ دع السيد اليوسفي يتحدث عن هذه النقطة. تفضل سيد اليوسفي. أنا أعرف جماعة الحوثي وأعرف الجزء الأكبر من قيادة الصف الأول فيها، وأنا من اليمن وأعرف تفاصيل الأحداث منذ قبل الحرب. من يتمكن من القرار العسكري والسياسي لميليشيا الحوثي هم الإيرانيون. المخابرات الإيرانية هي من تحكم القبض على قرار العسكري والسياسي والأمني. صحيح في مسائل أحيانا قد يعطونهم تفويضا معينا، لكن أنا أقولها لكم مثلا، أضربه لكم، حصل أنه اختطف أحد رجال الأعمال في سجون الحوثي، ثم قدمنا وساطات ووساطات ووساطات لإخراجه، وكان الرد من مسؤول عن ملف إخراج الوساطات قال حتى لو أراد السيد عبد الملك الحوثي إخراجه لن نستطيع، لأنه مطلوب من الأخوة في إيران. هذه المسألة، هذا حادث حصل وأنا مطلع عليه، متمكنون حتى من ملفات الأسرى. بالتالي لا تقول لي أن إيران غير متمكنة من قرار ميليشيا الحوثي، لكن إيران تتخذ التقية. ودعينا نعود إلى موضوع البرنامج، أن التقية جزء من العقيدة الإيرانية، العقيدة الصفوية، تضع وكلاءها في المواجهة في المسؤولية الجنائية ثم تتنصل من ذلك. هذا ليس جديد، انتظروا أن تتنصل من قضية السفن ومن الهجوم على السفن. لكن دعونا نحلل التعبيرات الرسمية البريطانية والتعبيرات الرسمية الأمريكية التي صادرة بناء على تقارير استخباراتية نشرت، أن إيران هي من يحرك الأمر برمته. وإن كانت حتى أحد التقارير الاستخباراتية الأمريكية التي نشرها الإعلام الأمريكي تقول أنه أعطي تفويض معين لمستوى معين لجماعة الحوثي في التحرك فيما يتعلق في الهجوم على السفن، لكن القرار الرئيسي والتخطيط الرئيسي يأتي من إيران. العالم يدرك ذلك، المخابرات للدول تدرك ذلك. وبالتالي نقرأ التعبيرات الرسمية البريطانية بالأمس من وزير الدفاع ومن وزير الخارجية ومن الخارجية الأمريكية التي تتهم إيران مباشرة، لكن هل انتقل مستوى التصعيد البريطاني الأمريكي تجاه إيران ردا على سؤال البرنامج وسؤال الحلقة؟ هل انتقل التصعيد من الاتهام المباشر لإيران إلى كما حصل مع الحوثي عندما قالت وزير الخارجية البريطاني أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي كما قالت الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع قبل العمليات؟ ننتظر، ربما يحصل تصاعد للأحداث. نعم. الحروب إذن يحصل. نعم يا سيد يوسف. نعم سيد محمد مهدي شريعة مدار، استمعت للسيد اليوسف فيما كان يقول في نهاية المطاف إيران جزء من اتخاذ القرار فيما يتعلق بما يقوم به الحوثيون، هي من تحرك الأمر برمته، ولا يمكن الاعتماد على تصريح الرئيس الإيراني بالأمس لأنه تنصل
هو تنصل من هذه المسؤولية خوفا من مزيد من التصعيد. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم، أولا أريد أن أوضح بعض النقاط. لا أحد يقول أن إيران غير معنية، كلمة غير معنية غير صحيحة، إنها لم يكن لها دور فيما يجري في المنطقة منذ معركة الأقصى حتى ما يجري اليوم في باب المندب شيء، وأنها غير معنية شيء آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما الفرق بينهما؟ وما سيد شريعة مدار اسمح لي فقط، ما الفرق بينهما؟ هناك راجعي قواميس اللغة العربية. لا لا، أنا أعرف اللغة العربية، أنا أريد أن أفهم. لا لا اسمح لي سيد شريعة مدار، ماذا تعني بأنها غير معنية؟ أن يكون لإيران دور أن يكون لإيران دور فيما يجري من عمليات في المنطقة شيء، وأن تكون غير معنية بما يجري في معنية هي بكل ما يجري في المنطقة، لأنها جزء من هذه المنطقة ولها استراتيجيتها ولها علاقاتها، ولا يمكن أن تكون بعيدة عن أجواء هذه المنطقة. لكن هذا لا يعني أنها هي مطلعة في كل العمليات التي تجري. هذا هو الفرق، شتان بين أن نقول غير معنية وبين أن نقول إنها ليس لها دور في هذه المعركة. بالنسبة للملاحة، أنا يعني أستغرب، لا يمكن لنا أن نضحك على عقول الناس. عشرات ومئات السفن تمر يوما عبر باب المندب والبحر الأحمر متجهة إلى كل أنحاء العالم. فقط السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة نحو الكيان فلسطين المحتلة والكيان الإسرائيلي التي تعرضت ل حملات اليمنيين. ثم نقول أن هناك قرصنة، هنا الملاحة البحرية العالمية في خطر. عشرات ومئات السفن تمر عبر هذا الممر. لا اسمح لي سيد شريعة مدار، هذه نقطة لابد أن نتوقف عندها. سيد شريعة مدار، لا يمكنك إنكار أيضا بأن نحو 2000 سفينة غيرت مسارها من البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما يعني مسافة أطول، موارد طاقة أطول، تكاليف أعلى، وأنت تعرف بأن رأس المال جبان في نهاية المطاف. إذا كانت هناك قرصنة لسفينة أو سفينتين، هذا يضر بالملاحة وبهذا الممر المائي المهم. لا يمكن التقليل أيضا من قيمة ما قام به الحوثيون يا سيد شريعة مدار. أولا ما قامت بشركات الملاحة، هذا لا يرتبط بمبادرة، لا يرتبط بما يقوم به اليمنيون. اليمنيون لحد الآن لم يوجهوا، أولا لم يقوموا بعملية قرصنة، ضرب السفن غير القرصنة، أيضا هناك شتان بين هذين المصطلحين. الضربات يعني التي وجهها اليمنيون، يبدو بأننا لابد أن نأتي بقاموس حتى نفهم ما تقول اليوم. يعني ما الفرق بين القرصنة وبين ضرب سفن؟ القرصنة بمعنى السرقة، أن يسيطر عناصر على سفينة لسرقة ما تحتويها هذه السفينة. ألم يقوموا بذلك؟ الضربات العسكرية تأتي ضمن خطة. ألم يقوموا بالاثنين؟ لا لا لا، الضربات العسكرية التي قاموا بها هي ضربات ضد السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، دعما للشعب الفلسطيني الذي يعاني من كل هذه الجرائم. نحن نترك صحيح. كل الجرائم التي ترتكب بحق مئات الآلاف. طيب. أنا لم أقاطعك ولا يحق لك أن تقاطع. دعيني أكمل. تفضل سيد شريعة مدال، تفضل. نحن نترك كل الإجرام الذي يحصل ضد الأبرياء، النساء، الأطفال، هذه الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين الإنساني في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة، ثم نأتي ونبكي على سفينة لهذه الشركة أو تلك. بالنسبة لوقف إطلاق النار التي تحدث عنها الأستاذ رمال، هو من المؤكد أنه يعلم أن هناك اقتراح من قبل الإدارة الأمريكية تم عرضه على الجهات المعنية في المنطقة، على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لوضع حل شامل لكل الملفات في هذه المنطقة. وقف إطلاق النار اليوم هو مطلب أمريكي قبل أن يكون، طبعا لا يعلنون عن ذلك لأنهم لا يريدون أن يستثمر إعلاميا. النقطة اسمحي لي الأخيرة التي أود أن أقولها هي، نعم الأخيرة،
كل العالم يعترف حتى الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الرسمي لحد الآن أنها ليست لها المعلومات التي تدل على تورط إيران فيما يجري في باب المندب. ربما الضيف اليمني من القاهرة له علاقة بالجهات الاستخباراتية الأمريكية لأنه يكشف عن تقارير استخباراتية لم نطلع عليها لحد الآن، لكن الموقف الرسمي الأمريكي يقول وأكد دائما. اسمح لي سيد شريعة مدار، أخذت ما يكفي من الوقت. لا، الأمريكية والبريطانية. قبل أن أذهب إلى السيد رمال، سيد يوسف تريد أن تعلق على قضية القرصنة؟ قبل أن أذهب إلى السيد رمال باختصار لو سمحت لي. نعم أختي أستاذة فضيلة، أغلب السفن التي تم مهاجمتها ليست إسرائيلية ولم تكن متجهة لإسرائيل أصلا. دعونا أضرب مثل، الحكومة النرويجية أصدرت بيانا مؤيدا للفلسطينيين تستنكر الجرائم الإسرائيلية. اليوم بعد بيوم مباشرة تم الهجوم على سفينة نرويجية وكأن هنالك عقوبة معينة للنرويج نتيجة ذلك الخطاب. راجعوا الأحداث، الحقيقة أنه تعودنا من وكلاء إيران أن يستخدموا شماعات معينة من أجل تمرير أجندة لا علاقة لها بتلك الأحداث، كما حصل مع الجرعة في اليمن عندما قالوا أنهم ثاروا من أجل الجرعة من أجل إنقاص سعر البنزين. اليوم سعر البنزين 4 أضعاف سعره قبل مجيء الحوثي. الحقيقة أن هنالك تدافع مشاريع، هنالك مشروع تنموي في المنطقة تقوده المملكة العربية السعودية. اسمح لي يا سيد يوسفي ومجلس التعاون الخليجي تريد تهدئة الوضع. ممكن جملة واحدة أن ينتصر. سيد يوسفي أرجوك، سيد شريعة مدار هناك تطورات لها علاقة بالموضوع الذي نناقشه، يعني جملة واحدة فقط لو سمحتي. تقول بأن هناك قصف جديد، سأعطيك الفرصة سيد شريعة مدار، هناك قصف جديد يستهدف موقع للحوثيين جنوبي مدينة الحديدة، قصف آخر لا ندري من وراءه. ما هي هذه الجملة حتى أذهب إلى السيد رمال يا سيد شريعة مدار بسرعة؟ أنا أقول الحل بسيط، ليكف الكيان الإسرائيلي عن جرائمه ضد قطاع غزة عندها وحينئذ لن يكون هناك حلفاء أو وكلاء، سميهم ما شئتم. حلفاء إيران لم يقوموا بهذه، لن يحملوا هذه الشماعات.